السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة خديجة أم فاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل أن نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اقتراحي لكم اليوم مع كيكا بلفاني مع الأسرار ونسر النجاح ديالها، كيفاش تجيكم محمرة وما يجيكمش اللون غامق ديالها وتجيكم عالية كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي رائعة جدا. هانتوما كتجي غزالة ان شاء الله، انا ما زينت حتى بحاجة، بغيتكم تشوفوها كيف كتجي ولا اروع مع سر النجاح ديالها. وان شاء الله غادي نقول لكم على جميع الاسرار كيفاش تجيكم الكيكة، اللون ديالها ما يجيكمش غامق وتجيكم عالية. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، ما تبخلوش ليا اللايكات والاشتراكات ديالكم. شكرا لكم كاملين، ما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. تفاعلوا معايا الله يخليكم، وصلوا ليا الفيديو اكبر عدد من اللايكات، وشكرا لكم كاملين. كي تتشوفوا كتجي رائعه، عرفتي ريحتها طالعه، يا سلام. ما غاديش نطول عليكم ان شاء الله بزاف، ونمشيو على الطريقه والمقادير في نفس الوقت. اخواتي تفاعلوا مع اختكم خديجه وتابعوني. بسم الله على بركة الله. اول حاجة هنايا كنصبقوا المول، فاش غادي نطيبوها اي مول عندكم، ممكن داير، ممكن مستطيل، كيف ما بغيتوا يكون عندكم المول ممكن تستعملوه. كندهنوا بالزبدة بحال ما هكا، كنلبسو مزيان بالزبدة ندهنوا، ومن بعد كنرش عليه واحد الرشيشة ديال الدقيق، كنديو نجيبو هكا وكنحيد منه الفائض ديال الدقيق، وكنديرو في الثلاجة قبل ما نديرو الكيكة. دابا ديتو الثلاجه، هنا غادي نخلط هاد النوبه معاكم في الخلاط الكهربائي، ممكن ديرو بالطراب، ولكن انا درت هاد المورينيكس، درت 3 ديال البيضات من حجم متوسط بحراره ديال المطبخ، قبيصه ديال الملح دائما ما ننساوش. اخواتي تبعوا ان شاء الله غادي تولي تنجح معاكم. وهنا غادي ان شاء الله نطرب البيض، من بعد ما غنزيد عليه كاس ديال السكر سنيده، ما يعادل كاس العنبه اخواتي، وغادي نطربو مزيان حتى يتضاعف الحجم ويولي اللون ديالو ابيض شيئا ما. بزاف ديال الاخوات تشكاو من الكيكه ما كطلعش ليهم، وكيجيهم اللون غامق، وراه غير مع يعني خصكم تحترموا المقادير. هنا غادي ندير جوج اكياس ديال الفاني، انا حديت ومغزل جوج اكياس البنات، والله الا كتجي رائعه جدا. الا كنتو كتفضلوا القشور ديال البرتقال او الحامض ممكن ديروها، ما عندكوش مشكل. هذه راه غير باش كنكهو صافي. غادي ندير ثاني كاس ديال الزيت نباتيه، ما يعادل نفس الكاس، كيعادل كاس العنبه. غادي نطرف ثاني مزيان هاد المكونات، كيف شفتوا الحاجه اللي درتوها اللي درناها نطربو. هنا غادي ندير نص كاس ديال الحليب، يكون دافي شي شويه، ماشي دافي بزاف، كاين دافي شويه. هنا عندي علبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني اللي غادي نديرها كامله، وغادي نطرب. اخواتي رانا نسيت واحد الحاجه من هنا وانا كنذكركم فيها، يعني التليفون سكت ليا، راه درت جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلويات، ما غاديش ديروها دابا حتى تولي ديرو في الدقيق. هنا غادي نخوي الخليط في هذا الاناء باش غادي نجيب النواشف. شوفوا الخليط كيف ولا اللون ديالو ابيض. هنا غادي ندير واحد نص كاس ديال النشا او مايزينا. هاد المايزينا اخواتي كتعطيها الخفه، الا ما عندكمش مع المايزينا ماشي ضروري، ممكن تكتفيو غير بالدقيق، ولكن راه كتجينا يعني هشه وكتجينا عاليه، كتساعد حتى في داك العلاوه وهداك اللوين ديال الكيكه اللي كتشوفوا دائما في الكيكات. كتقولوا علاش الكيكه ديالي انا ما صدقاش ليا، فتبع هذه هي الطريقه باش كتجي الكيكه زوينه. هنا غادي نعبر ان شاء الله بالكاس، نفس الكاس ديال العنب اخواتي، غادي نعمرو مزيان ونبدا نخوي بشويه بشويه. اخواتي في هذا الاثناء راني درت الخميره ديال الحلويات، ولكن راها مشى ليا الفيديو. المهم راه جوج خمارات ديال الحلوى من وزن 8 غرام، المجموع ديالهم 16 غرام اخواتي، صافي ديروا غير جوج ديال الخمارات. كنظن صافي راكم فهمتوني، باش ما تنساوش تقولوا فينا هي الخميره. كنبقى نخلط شويه بشويه كي تشوفوا معايا. هنا اخواتي راه غادي نديرها شويه ثقيله باش غادي نزيد واحد الاضافه ان شاء الله. هنا الكاس الثاني
راه هزت معايا اخواتي جوج ديال الكيسان، بالاضافه لانه راه درنا نص كاس ديال النشا بحال عندنا جوج كيسان ونص ما بين النشا والدقيق، هزت لي جوج كيسان قد قد الكيسان عامرين ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. هنا غادي نخلط وغادي نديرها شي شويه نخليها بحال تقال، عاد غادي نزيد واحد هذيك الاضافه اللي كديرها فيها اللي كتعطينا الكيكه يعني الهشه، يعني هي سائل ولكن ما ديروش في الاول، انا جربتها شحال من مره ولكن ما كتجيش زوينه، يعني ما كتجيناش طالعه. غادي نكمل هذوك جوج ديال الكيسان ديال الدقيق اخواتي، انا كاع ما سرت لا فيديو باش تفهموا، لانه الكيك اليومي كنحتاجوه دائما فضروري خصو يجينا زوين ويعجبنا. هنا ها نتوما شفتوا الخليط راه ثقال كي تلاحظوا معايا، ولكن غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء غليان اخواتي، غادي نزيد نص كاس ديال الماء غليان، هذا هو اللي كتعطينا الهشه. ان شاء الله تبعوا الطريقه غير بشويه اخواتي باش تفهموا. ها انتم شفتوها كيف ثقيل، هنا نص كاس ديال الماء غليان اللي غادي نزيد فيه جهد واحد المعلقه صغيره ديال الخل، خل ابيض اي خل عندكم، الخل كيخليها تجينا هشيشه اخواتي وتدوب معكم اطول. صافي كتشوفوها بحال جاتكم بحال جاريه، ولكن غادي نخلطها مزيان وغادي تشوفوا كيف جات. هي هذا الخليط اخواتي، هاد الكيكه خاصها تجي شويه خفيفه ما تجيش ثقيله، ما تجينا بحال ما هكا اخواتي، شفتوها بحال ما هكا. غادي تتبعوا معايا رانا ما مسرع على فيديو ما حتى شي حاجه باش تستافدوا اخواتي. صافي هنا غادي نجيو للمول اللي غادي نطيبوها فيه اخواتي، الفران راه بارد، بغيتو الكيكه تجيكم طالعه ما تسخنوش الفران من قبل، خليوه بارد، شعلوه غير واحد شويه الا كان ديال الغاز، شعلوه غير واحد 3 ديال الدقائق راه تمت يعني تدوز هذيك الرائحه ديال الغاز، حنا عارفين الفران ديال الغاز. كنهز الزيت ديال الفوق كنخوي الخليط في المول هذا، ما ممكن اي مول تستعملوه ماشي بالضروري ديروا هذا المول هذا. صافي شوفوا الخليط اخواتي يعني خفيف شويه ماشي ثقيل، ماشي خفيف بزاف عاوتاني. صافي غادي نخوي الخليط بهذه الطريقه، يعني جات رائعه جدا، وهذه هي طريقتي في الكيكه اخواتي. صافي ديتها وجدتها غادي نديها للفران، هو بارد والطيب نشعله من الاسفل حتى طيب لينا، ونشعل عليه شويه من الفوق غير تاخذ اللون. هنا من بعد ما طابت لينا ها هي خرجتها، غادي نوريكم ها انتم تكفي هذا العود هذا يعني طايبه ما شاء الله، الطريقه راه كاع البنات عارفينها. غادي نقلبها باش تشوفوها كيف جات من التحت اخواتي، ها انتم شوفوا اللون كيف جا، يعني بعض الاخوات كيتشكاو الا عندكم الفران مثلا كيحرق ولا شي حاجه، غادي ديروا واخا ديروا المقله ديال وجده ديروها تحت من هذيك المول في الفران باش يجيكم اللون مزيان. انا عندي الفران نوعيه مزيانه ما كيحرقش ليا ما حتى شي حاجه. المهم هذه كفكره، ها انتم راه ما غندير لا سيرون لا حتى شي حاجه، كيف كتشوفوا معايا والو ما غندير لا حتى شي حاجه، غادي نقطعها معكم باش تشوفوا الكثافه ديالها كيف جات. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتولي معتمده عندكم، هذه هي الطريقه اللي كيديروا الكيكه. انا المهم بغيت نوريكم غير كيفاش الكيكه كتجي، اما تزين تبقى اختياري كل واحد وباش يزينها. الصراحه خليتها هكا عرفتي تاكلوها وهي مازال سخونه، حقاش كتجي زوينه بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا اخواتي وتكتبوا لي في التعاليق، وهذا هي الوصفه ديال اليوم حتى لنا اخواتي، وتيكون الفيديو ديالنا سهله. كنتمنى نلقاكم نتوما في احسن حال واحوال، تهلاو ريا فراسكم والسلام عليكم اخواتي.